في هذا الحي المتواجد بقرية ثوريث أمقران بولاية تيزي وزو تتواجد هذه القبة أو ثنيشة كما يحلو لمواطني القرية تسميتها. أصبحت مزار العديد من السكان للتبرك بها بعد أن كانت رمزا للوطنية في زمن الجاهلية. واك جانتي ديال الجدود لنا نفاتي تترصع نشدو فنون كل الجدود لنا نفاتي تترصع واكي ثقيث اللاد في الزمان أم كانت نيشا زيك ذا زرو أم قرحاني القرمون قار سيت اون كاليتي دو بيار من قار ثنيشا ذا من لا نيشا كي تزقات ديت جماعة تدارت ديت جماعة كي نقول تيلي السقني نتلاوين نقول لارفان تيلي سي 8 الصباح لما 12 تمديت ذا كي نخدم الجماعة تدارت. طقوس قديمة لا زال سكان المنطقة يحافظون عليها ومعتقدات لا زالت راسخة في أذهان هؤلاء. وين رحنا الغربة نخدم الحاجة غاسي شالتش مات ذي يدي فلس ما نسوف اغتيس لي تتديد فيرس انت ردد ديس داثس نعاك ويزر أبريغ مذكرنا كلا جنكي يوكو هنا وذي ناس خدمت تقبت شباح شبحنت ما زالت ونادي وانتس لي ديث الداثس فرص بايين هذا ديس فيرس داغن ما هدو خشش تاع الغربة تسلي داغن تعديت فيرس تعدي يرز ذا ثكي ذا الدعاء ذا قال زمرت وتسطف طريق خام ننسد هذا قيمت سمانة 15 يوم يشين يوم الدعاء إلا قد روحت شالتي شمعين داغن داقيني بشاكني زواج شادي لي ذوني صحان ذوني رصان ذا وين ريذو من ماشي ذوين را يذمر مازال غير ثورا ونزمير را نفغ طريقة ني ونكون إذا نسيا قال انت درت إني لند لا ويذن النغ ونيتيان On y tient parce que la tradition n'a pas de l'ennemi. المنطقة تحولت أيضا إلى مكان مفضل لهؤلاء الأطفال الذين لم يجدوا أفضل من ساحة القبة للعب وقضاء أوقات فراغهم.